مرحبا، أنا موجود اليوم قدام واحد من أقدم المعابد بموقع جبال الأثري، بيعود للألفية الثالثة. بهيدي الفترة بنى العديد من المعابد بجبال حوالي النبع اللي بيغذي المدينة، وحوالي يمكن بحيرة مقدسة كانت هون. هذا المعبد هو مكون من عدة غرف وبيحتين كبار. نفوت على الغرف، في هيدي الغرفة تلاقى فيها أحواض وبقية مقاعد، ما بنعرف شو كانت الوظيفة تبعها، بس حتى تلاقى غرفتين فيهم بقايا لنشاط حرفي، إنتاج غراض من البرونز، يمكن كانت هي تستخدم كقرابين كهدايا للآلهة. من الغرفة نروح على الباحة المخصصة للمصلين، بفوتوا من هون، في إلها باب كمان بيصلوا، ولكن في باحة تانية بالمعبد مخصصة للكهنة، مفصولة عن الباحة الرئيسية، وبقلبها في غرف هي يعتقد أنها كانت قدس الأقداس لممارسة الطقوس الدينية لتكريم الإله أو الآلهة بهذا المعبد. علماء الأثار ما لقوا ولا أثر بدل على اسم هالإله أو الآلهة بهذا المعبد، بس في غرفة 2 3 4 مفصولة عن غيرها عن مساحة المعبد، وبتدل انه كان في شيء كتير مقدس هون. هلأ هيدا المعبد بالألفية الثالثة بيعطينا فكرة بتصميمه بشو تلاقى فيه عن المعتقدات الدينية بوحدة من أقدم مدن العالم بجبال. هيدا المعبد بالألفية الثالثة صوب 2300 قبل الميلاد احترق، ولكن سكان المدينة مثله مثل المدينة كمان احترقت، رجعوا عمروا فوقه معبد تاني نسميه معبد المسلات، لوقت صار فيه التنقيبات الأثرية فكوه وحطوه تاني مهل، بس هيدا قصة تاني. بيبقى شغلي هيدا المعبد علماء الأثار بيسموه The L-Shaped Temple، معبد بشكل حرف L، تصميم غرف البحيرات تبعه تشبه حرف L، لكن بيبقى هو بيشهد لبدايات المدن على الساحل اللبناني بوحدة من أقدم المدن بالعالم جبال. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.